السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البدايه. لو انت جديد في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك الشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير للفيديو ده. موسم الانتقالات الصيفيه وصراع القطبين على حسم المراكز اللي هم عايزينها، وطبعا عارفين ان اي لاعب بارز نجمه في الدوري المصري بتلاقي دايما عليه صراع من الاهلي والزمالك وكمان فيوتشر، ولكن اغلب الصراعات بتكون ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك بالذات بسبب تشابه بعض المراكز وتراجع مستوى اللاعبين في المراكز دي في النادي الاهلي ونادي الزمالك، زي مثلا مركز صانع اللعب او مركز الجناح بالذات بعد رحيل بن شرقي من الزمالك او مستوى اجنحه النادي الاهلي عموما. فبتلاقي دايما في صراعات ما بين الاهلي والزمالك تدعيم المراكز دي، والانظار حاليا بدات تتجه ناحيه نادي سيراميكا كليوباترا، ولكن على طبعا مش صالح جمعه، لان في ناس كتير بدات تتكلم يقول لك صالح جمعه بدا يرجع تاني. طب هنشوف في الزمالك الفتره الجايه، طب هل الاهلي ممكن يفكر فيه؟ لا مش صالح جمعه، ولكن هو مصطفى ميسي اللاعب الصاعد الواعد، مصطفى ميسي اللي بدا يثبت اقدامه شويه بشويه مع نادي سيراميكا كليوباترا، واللي لفت انظار فرق الدوري المصري وبالاخص النادي الاهلي ونادي الزمالك. اللاعب النادي الاهلي حطه حاليا تحت المجهر وبيشوف اللاعب وبيتابعه، كمان نادي الزمالك بيعمل نفس الموضوع. النادي الاهلي استفسر من ريكاردو سواريش هل نبدا نشوف اللاعب ونبدا نتكلم مع اداره سيراميكا كليوباترا محاوله منهم ان هم ممكن يضموا اللاعب في الفتره الجايه ولا لا، ومستنين القرار. ريكاردو سواريش حاليا بيتابع اللاعب في الفتره الحاليه معجب بادائه، ولكن قال لك لازم يتحط تحت الاختبار فتره قبل ما نفكر احنا نتعاقد معاه، لانه ممكن يكون بيقدم مستوى مباراه مبارتين وينام في بقيه المباريات، فبالتالي هتكون صفقه غير موفقه للنادي الاهلي لو اللاعب من النوعيه دي. فريكاردو سواريش شخصيا هو اللي بيتابع اللاعب وحطه تحت المنظار، ولكن اداره النادي الاهلي عندها القرار في بدء التفاوض مع اللاعب في الفتره الجايه. هنشوف امير توفيق هيبدا يمضي اللاعب على استماره رغبه لو اللاعب عايز يجي النادي الاهلي، واول ما ريكاردو سواريش يدي الاوكي على طول اداره النادي الاهلي وشركه الكره في النادي الاهلي هتخش تخلص في الصفقه في الفتره الجايه. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. سلام.